الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسل الله أجمعين. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الحضور الكريم، لعل أهم ما يجب أن نبينه للعالم كله هو تحديد مفهوم الشهادة، ومن هو شهيد الحق ومن هو قتيل الباطل، إذ إن الجماعات الإرهابية الضالة تستخدم نفس النصوص التي تتحدث عن منزلة الشهيد، وللأسف الشديد تستخدم نفس الآيات ونفس الأحاديث لاوية أعناق النصوص، محرفة الكلم عن مواضعه، موهمة عناصرها الإرهابية بأنهم شهداء، فهم يقتلون ويذبحون ويحرقون ويمثلون بالبشر للأسف الشديد باسم الإسلام وتحت راية القرآن، والإسلام والقرآن بريئان من كل ذلك. لذا لزم التأكيد على أمور. أولاً، ما وضحه بيان الأزهر الشريف وأكدته كل من وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية من أن الشهداء الحقيقيين هم من يدافعون عن وطنهم